دلوقتي هنحاول نوصل صوت أم وصرخة من أم اتخطف ابنها لوزارة الداخلية. يمكن لو وصلنا هذه الصرخة ربنا يا رب يكرمنا ونكون سبب إن عودة هذا الطفل لأمه ونكون سبب سعادة هذه الأسرة. هو الطفل اسمه مؤمن إسلام محمد، والطفل ده عنده 3 سنوات واتخطف. فاحنا هنحاول نعرف الحكاية بالضبط من والدة الطفل السيدة إيمان فكري، معنا على التليفون. صباح الخير أستاذة إيمان. صباح النور يا فندم. احكي لنا بقى ايه الموضوع، ومؤمن كان فين واتخطف ازاي؟ يعني عايزين نعرف مؤمن، ويا ريت يا جماعة ننزل صور ولو عندنا. يا فندم، مؤمن كان انا اساسا جاي لسه من السعودية، يعني يوم 29/4، بس قاعده في شقتي. هو كان عند ابويا مش بعيد عني يعني ولا حاجه، بس كان بيلعب في الشارع مع اطفال في الشارع زيه، بس اكبر منه شويه، يعني عندهم 7 سنين 8 سنين. بس مجرد ان هم سابوه، واحد راح يعني بيحفظ قران في جمعيه، والتاني دخل بيته حتى قالوا تعالى معايا، ماما ما رضاش، فضل هو في الشارع. ما فيش يعني حوالي ربع ساعه تلت ساعه اخويا طلع يبص عليه ما لقاهوش. يعني كان بيلعب عند البيت بره، ويعني هو ممكن يكون في احتمالات ان هو يكون تاه، مش ان هو بس يكون اتخطف لغايه دلوقتي. احنا كنا مفكرين كده في الاول، يعني احنا كنا بنقول انه تاه. بس حتى لما يعني نادينا وكده وقلنا ان هو تاه، في طفل تاه، وفضلنا ندور عليه كتير لغايه اخر اليوم. هو الكلام ده كان الساعه حوالي 11:30 12. طب وتم وحضرتك بلغتي وعملتي بلاغ في الاسم، عملتي بلاغ في الداخليه، في كان نوع من انواع التجاوب، حد نزل دوروا عليه، وكان ايه رد فعلهم ليكي؟ ايوه يا فندم، ايوه احنا عملنا محضر، وهم بصراحه ما سابوناش من يوم السبت بالليل وهم معانا. وردوا عليكي ايه بقى؟ يعني هو هم في الاسم يعني؟ ما فيش، وكان في بس حد شافه مع واحده ست، هما بيسالوا كده يعني على الباب، وبعدين قال ان هو شاف معاه، فطبعا خدوه ووروه صور كده، بس طبعا ما تعرفش على اي حد. يعني في حد بالفعل شافه مع واحده ست، يعني هو كده لا، يعني احنا شلنا شبهه ان هو تاه، لا ده كده اتخطف، يعني في واحده ست هي اللي خدته. هو في حد قال كده، وفي حد يعني في حد قال ان هو شافه مع واحده ست على الكوبري بتاع البلد اللي احنا فيه. طيب احنا كده بنحاول نوصل صرخة الأم مش بس للداخلية، كمان احنا عرضنا ولسه على الشاشة شايفين صورة الطفل مرة تاني. هو الطفل اسمه مؤمن إسلام محمد، 3 سنوات، من قرية المصلحة في مركز شبين الكوم. يا ريت يا جماعة لو أي حد يجيله أي أخبار، شاف الطفل ده في مكان، سواء بقى كان في شبين الكوم أو في أي بلد تانية، يبعت لنا أو يتصل بأرقام التليفون. لكن يا ريت نساعد والدة الطفل السيدة إيمان فكري، ويا رب إن شاء الله نبقى سبب في رجوع ابنها، واحنا خصوصا داخلين على شهر كريم، يبقى لنا الثواب ويبقى لكم ان شاء الله.